وين بدي اشوفه؟ شوف لي ابرص هالدربه مع البيت حمود. مع البيت يشمل هذا المشروع تخديم مناطق في شمال شرق سوريا، منطقة رأس العين وتل أبيض شرقا حتى حارم وسلقين غربا. عدد السلل التي ستوزع على السكان على 13950 سلة غذائية و 13950 حقيبة صحية بشكل شهري لمدة 10 أشهر وما يزيد. والله ما عندنا شيء دحق اطفال وشيء. الحال والله ما في شيء، يعني من زمان ما استلمنا ولا صار لنا شيء، لا مي لا خبز لا شيء. اي والله انضرينا كثير والله بهالشتاء بهالهواء وبهالزلزال.